أهلا بكم من جديد. بدأت صحيفة الأخبار اليوم نشر أول جزء من ملف الحريري صقر بالجرم المشهود عن مدى تورط النائب عقاب صقر بدعم ما يسمى الثوار السوريين بالسلاح. الأو تي في تواكب هذا الحدث على مدى 3 أيام ولكن بالجرم المسجل. الملف من أعداد الزملاء في جريدة الأخبار والزميل إدموس ياسين بالتعاون مع الزميلة إلسي مفرج. أوفياء لله، ألم نكن جنداً أوفياء لله وللوطن، وللوطن اتباع أحكام القرآن والسنة، واتباع أحكام القرآن والسنة، والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد، تكبير الله أكبر. منذ انطلاق الأزمة السورية اتهم بعض من فريق المستقبل بتهريب السلاح إلى المقاتلين المعارضين في سوريا. في وادي خالد وضع نائبان من تيار المستقبل في قفص الاتهام. في البقاع جرى الحديث عن جمهورية عرسال التي تورد السلاح والمتطرفين. في البحر حديث عن تورط ضابط متقاعد من المستقبل وأسماء أخرى في باخرة الطفل 2 التي كانت محملة بالسلاح إلى سوريا والتي ضبطها الجيش اللبناني. في الداخل كلام عن تورط فرع أمني في حماية داعمي الثورة وجرحها. أسماء كثيرة من تيار المستقبل طولها الاتهام، لكن ثمة اسم واحد يعلو في مرتبة الاتهام فوق كل الأسماء. لا داعي للترجمة. باختصار إنها 5 صحف بريطانية وأمريكية عريقة نشرت تقارير عن تورط رجل السعودية في اسطنبول عقاب صقر بتوزيع السلاح على مجموعات المعارضة السورية. قلت إذا بتثبتوا إنه واحد من هؤلاء أنا أعطيته بندقية أضع نفسي أمام المحاكمة. بعدني عند كلامي. نعم. اجيبوا الدليل وحاكموني، بعدني عند كلامي مش حغير. مع عدد صحيفة الأخبار الصادر صباح الخميس جاء الدليل الأول مع تسجيل صوتي من سلسلة تسجيلات حصلت عليها الصحيفة وتنفرد الأو تي في في عرضها تلفزيونيا. التسجيل يعرض حديثا بين النائب عقاب صقر الموجود في تركيا وبين أبو النعمان قائد إحدى المجموعات المقاتلة في سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. لا استاذ عقاب صقر، نحن جماعه مزنوقين كثير ومحاصرين، ويعني ما في يوم يومين بتسقط المنطقه عندنا، يعني قصف طيران، مدفعيه، فوزيكا، يعني ما في محور من المحاور الا وعم يضربونا منه، فرجاء تساعدونا، بدنا سلاح. تفضل، السلاح اللي بدك اياه شو؟ يعني تحديدا شو؟ يعني حاليا بدنا شيء 30 حشوه ار بي جي وشيء 20 قازه. يعني وإذا ممكن توفير 250 ألف طلقة روسي و 300 عودة على شوية نوعية إذا في مجال. كله لأي منطقة بدك إياهم تحديدا؟ إعزاز وتبر فعاد تقدر تقول وعلى دان ريف حلب يعني بالكامل، وأنت عارف شو عم بصير عندنا، يعني هلا من امبارح صرنا فايتين علينا من 3 محاور تقريبا، من إدلب ومن عند الفوج كمان ومن جوا حلب عم يطالعونا شبيحة، وفي عندنا شوية جماعة هيك بتعرف بصرائب، يعني جماعة الطبيب بدنا نمرقهم شوي. طيب مين بده يستلم، يعني مين بده يستلم، وين بده يصير التسليم، كيف تتم العملية؟ التسليم مثل العادة، يعني هلا مثل العادة بأطمة، وبيكون هنيك والبراء ومع الشباب والسيارات بيستلموا وبيجون على حلب، بس بدنا بأسرع وقت ممكن لأنه بتعرف يعني الحاجة كبيرة والقصف شغال والمجاميع بتفرغ ذخيرة، ما يعني الشباب كل واحد يا دوب معاه مخزن، هلا مخزنين، وتعرف ان يعني الاستهلاك كثير، ف
دبرونا باي طريقه من الطرق يعني. الله يخليك يعني، ما بعرف شو بدي لك يعني، ما في بعد الله لنا غير هون. انت حتكون يعني على التسليم مباشره؟ لا لا اخوي، بكون ابو النور مع الشباب والسيارات من العاده بيستلمونا خبر. في هذا التسجيل يظهر عقاب صقر كمرجع صالح في تركيا لتلقي لوائح الأسلحة التي يحتاجها الثوار السوريون. التسجيلات التي ستنشر الجمعة ستثبت دور صقر في غرفة عمليات تركيا وتوزيعه السلاح على المجموعات السورية. وفي تسجيلات الثورة السورية سيبدأ نجم سعد الدين الحريري بالسطوة. ماشي. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو مسؤول قسم المحليات في جريدة الأخبار حسن علي. يعني سؤال بديهي الواحد بيسأله، كيف وصلت لكم هذه التسجيلات؟ اليوم ذكرهم زميلنا رضوان مرتضى اللي هو عم يتولى الجزء الرئيسي يعني الشغل على هذا الملف، وهلأ بعتقد نحط كل النص على الويب سايت، على ويب سايت الأخبار. في شخص مجهول تواصل معنا بالجريدة، اجى لعنا، ما حنقول الطريقة كيف. عرض علينا بالاول، قال انه في عنده تسجيلات طبعا، مثل بالدرجه لاول وهله ما صدقنا. اشترطنا انه او طلبنا منه يعطينا تسجيل، يعطينا اثبات، فاعطانا اثبات. طبعا مباشره تعرف انه صوت عقاب صقر، خاصه اللي بيعرفوا للنائب عقاب صقر، صحيح مباشره تتاكد انه هذا صوته. ولكن عرضنا هذه التسجيلات، هذا الجزء يعني العينه، على خبير صوت وأكد أنه هيدا صوت عقاب صقر وما في شك بالموضوع. لبناني أو سوري الشخص اللي زودكم فيه؟ واضح بالنص اللي كتبه رضوان اليوم أنه سوري. يعني اليوم شفنا أول تسجيل، رح يكون بعد في تسجيل آخر بكرة والسبت تسجيل. بكرة في تسجيلين. شو بيضمه؟ هلأ نحن نشرنا التسجيلات مش بحسب أهميتها الإعلامية، لا، نشرناهم بالترتيب يعني. نعم. بكرة حيكون أهم من اليوم. يعني اليوم عم يطلب سلاح، لأنه عم يطلب سلاح. بكرة شو بده يعمل بهاي الطلبية أو بطلبيات السلاح بالعادة؟ بسلمها أو ما بسلمها يعني، هذا جواب بكرة. مع مين بيحكي لحتى يجيب سلاح؟ بكرة بتبين بالأخبار، وبتبين على بالأخبار من الصبح يعني جريدة الأخبار، وعلى بتبين مساء على الأوتي. نعم. طيب معكم تسجيلات بعد غيرهم أو بس هودي الثلاثة؟ لا، في بعد يعني، اليوم واحد، بكرة اثنين، السبت في تسجيلات، وما بدنا نجزم ونقول ايه او لا اذا بعد بده ينشر شيء بعدين او لا. يعني اللي قدر يسجل للنائب عقاب صقر بتركيا اربع تسجيلات بيقدر يسجل له عشرات التسجيلات لبل مئات التسجيلات الاخرى. فقط لعقاب صقر او في شخصيات تانية؟ لا، في شخصيات تانية. مثل مين؟ ما رح نذكرها لحد الا وقت ما نقررت النشر. بس بدي أكد إنه الأو تي في كمان قبل ما تعرض يعني، بس بعد ما صار أو قبل ما يصير الاتفاق بيننا وبين الأو تي في على النشر المشترك، كمان تأكدت من صحة التسجيلات إنه هيدا الصوت هو صوت النائب عقاب صقر. يعني نائب عقاب صقر لهلا بعد ما طلع ولا موقف، بس ورده ينفي هذا الكلام يعني. التسجيلات مرقت على أخصائي صوت ودقق فيها وبأكد إنه هيدا صوته، أكثر من أخصائي صوت كله بيجزم إنه هذا صوت عقاب صقر، لا مجال بالشك أكيد. واللي بيعرفوه لأستاذ عقاب، للنائب عقاب صقر، بيقدروا يجزموا انه هذا صوته في شيء غير صوته، بعدين بقى تبين بتسجيلات تانية اوضح اذا حدا بيسمعه على مهله، هيدا صوت نفس وخير. يعني شوقتنا يمكن نشوف الجزء الثاني شو فيه. أكيد موعدهم كل المشاهدين بكرة بجريدة الأخبار صباحا ومساء بنشر الأخبار بالأو تي في. صحيح، ونحن حطينا كمان بالتزامن مع الأو تي في نشرنا التسجيل على ويب سايت الأخبار. صحيح، شكرا لك مرة جديدة. وكمان نذكر المشاهدين بأن في إمكانهم متابعة